ودرجة وسطى ودرجة صغرى. طيب أنا أقرأ لك الكلام من نص الكتاب وأعلق لك عليه. قال الشيخ إدريس. وإدريس ده إدريس ود الأرباب، وده طبعا جدي أنا طوالي، أنا جدي الراجل ده كده لفوق نمرة خمسة. هسه واحد يكورك لك بينا، ده جدك أنت؟ ده جدي أنا، أنت مالك؟ دخلك شنو؟ إدريس ود الأرباب، وده أصلا محله من ود رملي، منطقته الأساسية، وجاب جاي هنا في شرق النيل، وما يهمنا طار وين في النهاية، ده ما موضوعنا، يهمنا الكلام المكتوب في الكتاب ده. طيب قال الشيخ إدريس: درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. قال: فالصغرى أن يطيروا في الهواء. أنت خلي بالك معي، ده في وضيف الله الصفحة 116، يعني ولي صغير ده ما كبر لسه، تلقى طاير بفوق، يعني السوق العربي ولا دار لكوبري، كوبري الفتحه جديد ده ما ينفع، كوبري جاي حرية ما شغال بيه، كوبري انغاز ما شغال بيه، ده بطير بالهواء عديل. قال ده دي الدرجة الصغرى، أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على وجه الماء. برضو تلقى ماشي فوق الموية، ده ما برفاس، ده شيخ ماشي فوق الموية. بعدين قال: وينطقوا بالمغيبات. ودي كمان جريمة خير القبل، يعني كونه يمش في الهواء أو في الموية كده، ده موضوع تاني، لكن كونه ينطق بالمغيبات كيف يعني؟ بيعلم غيب، بيعلم غيب كيف يعني؟ ما تبغى الشكبة انت كزول ما عندك معلومة بالموضوع ده، اول ما يروح لك موبايل ولا المرة يصير قد ذهب بتاعه طوالي، بديك واحد مسلط يقول لك نمشي لأبويا الشيخ، أبويا الشيخ بيجيب الرايحة ووريك الموبايل وين يا زول، أبوك الشيخ ده نشال، والله ده يحيرك انت ذاته. لكن بيقول لك ده دين، ونحن كصوفية عندنا، ودي من كرامات الأولياء، والأولياء بيجيبوا الرايحة. يا ناس، زول بيجيب رايحة ماف، زول بيعلم غيب ماف، إلا يكون شغال مع الشياطين. أصل الصوفية اللي بيجيبوا الحاجات دي ده اللي بيشتغلوا مع الشياطين، وهو خلت بالك معي، هو بيقول لك إنه ده دين وده ما دين، ده شغل بتاع سحر. يعني أنت قاعد في بيتكم يا الفقيه، قاعد في البيت ها، وأنا هناك في سوق أم درمان سرقوا موبايلي. الشيخ بيعرفه كيف؟ بس وريني بيعرفه كيف؟ إلا شغل الشبكة بتاعت الحرامية دي تابعة له، بيمشوا بيسرقوا من سوق أم درمان وبيجي يبلغوا عند الشيخ بيجي. كيف بس أنا دي عارف يعلم الغيب كيف؟ خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام مش أعظم ولي وأعظم إنسان خلقه الله؟ طيب معاه الصحابة أولياء ولا ما أولياء؟ أعظم أولياء بعد النبيين، صح؟ في قصة الإفك السيدة عائشة رضي الله عنها، العقد بتاعها عقد من خرز يمني، العقد بتاعها ده وقع تحت البعير، السيدة عائشة ما لقته بتفتش، الصحابة ما لقوا بيفتشوا، كويس؟ يا ناس ده الأولياء صحيح صحيح ما لقوا العقد، الرسول معاهم عليه الصلاة والسلام فتش ما لقوا. أها، مش في قصة الإفك ده، قبال قصة الإفك، السيدة عائشة رضي الله عنها وديل كلهم مولية يا أخوانا، نقول مولية أولية، ما لقوا العقد يوم وليلة لحد ما نزلت آية التيمم. الصحابة لا عندهم موية ولا جنبهم موية، نزلت آية التيمم، الصحابة تيمموا. بعد ذاك السيدة عائشة قالت: فأقمنا البعير، قومنا البعير، قالت لقينا العقد تحت البعير. صحابة ما لقوا، اجى هسه فكي صوفي، بس فكي صوفي ها، ما عنده اي حاجه، لا علم لا دين لا تقوى لا اي حاجه، يقول لك نحن بنعلم الغيب. شوف واحد من اثنين، يا انت كذاب ها، يا انت شغال مع الشياطين، اختار واحده منين. وكذاب خيرك من شغال مع الشيطان، لانه شغال مع الشيطان معناه كافر. ولو قلت انا بعلم الغيب ده ادعاء ذاته وتكذيب للقران، وبرضه كافر، الاثنين كافر. فهمت كلامي ده؟ طيب هنا قال كرامات الاولياء ينطقوا بالمغيبات. نحن بنجيب لك الكتب ليه؟ انتوا اخواننا فهموا على النقطه دي، ليه بنجيب الكتب؟ عشان نحن لما نقول لك الصوفيه عقائدهم دي عقائد باطله،
في ناس ما بصدقونا زي البكوري قبل شويه ده وجوا ناس الشرطه شالوه. شكرا جزيلا للشرطه. شيلوا طوال النوع ده، شيلوه طوال يا اخي. زول زي ده ده حرب على الاسلام. انت بتكورك ليه؟ ما هذا الكتاب؟ الكتاب ده كتبه منه؟ ده كتبه شاب يا اخي. ده كتاب طبقات الضيف الله. خلينا نحن كلام في مكتبة المكتبه الجاي قريبه، مكتبه الجامعه الكبير، الدار السودانيه الكتب، فهمت؟ مطبعه جامعه الخرطوم، ده بيطبعوا ناس جامعه الخرطوم ذاتهم، هم ذاتهم بيطبعوا الكتاب ده. ها رايك شنو؟ قال وينطقوا بالمغيبات. كويس. قال والوسطى. يا اخواننا الكلام اللي قلناك بيل ده كله ده ولي صغير عند الصوفيه قالوا. ولي صغير لسه ما كبر. اها تعالوا كان نشوف الاكبر منه. قال فالوسطى ان يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. الكلام ده في كفر أكبر من كده؟ زول كوني يقول لك الشيخ ده أدوه الدرجة يسمى الدرجة الكونية. درجة الكونية يقول للشيء كن فيكون. يا أخواننا اللي بيقول للشيء كن فيكون ده منو؟ ده مش الله؟ ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما في صوفي بيقدر يقول للشيء كن فيكون. ما في صوفي بيقدر يعمل أي حاجة أبدا. لكن ده كذب بتاع صوفية. قال وأما الدرجة الكبرى الكبيرة ديك قال هذا مقام دفع الله ولدي، وهي الدرجة الكبرى درجة القطبانية. ده القطب قال ده أعلى. خد بالك الدرجة الوسطى يقول للشيء يكون فيكون، الكبرى قال لك أعلى. طيب ده يعمل شنو بالضبط؟ أنا بس نفسي أعرف الكبرى دي كيف. إذا كان الدرجة الوسطى يبقى قال عندهم زي الله والعياذ بالله، ها؟ طيب الدرجة الكبرى دي كيف؟ دجل بتاع صوفية وعقائد خربانة. عشان كده والله نحن من هنا بنحذرك، شوف وبصراحة ولا بنغش عليك، اوعى تبقى صوفي. تبقى صوفي معناه انت هتكون عقيدتك زي دي، عقيده خربانه، تعتقد في شيخ ده بينفع وده بيضر وده بيطير في الهواء وده بيدي الجنه، زي الناس واقفين بالصف قال لي بتاع اللي زرقاب بالصف قال يديهم الجنه. عقائد خربانه يا ناس، عقائد خربانه. والناس غشوهم بالمدايح والكشاكيش. اللمين ترى بتاع الامبرمان ده، اللمين عمر ولا اسمه عمر اللمين ده قي مقلب في الشباب بكشاكيش، فهمت؟ ونوبات ويجي ليله جلابيه حمراء، بكره جلابيه صفراء، بعد بكره جلابيه نفسجيه. يا زول ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده دين شنو؟ الدين نحن عندنا قائم على الكتاب والسنه. دين ده تدي الناس معلومه في الدين، قول لهم الله قال، الرسول قال، لكن احنا ما بنعرف شغله بتاع الدجل. وانا شيخي قال وشيخ ان احنا بيعلم اللي بيحصل بكره شنو؟ واحد كذاب، واحد مجرم، لا شيخك بيعلم، لا انت بتعلم، ربنا قال كما قال ابن مسعود في الحديث استنادا على الايه، قال خمس لا يعلمهن الا الله، ثم تلا الايه الاخيره من سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. دي الآية الأخيرة من سورة لقمان. يجي اللمين داك بتاع بيت المال يقول لك الجاي في البلد دي لقدام، قال أنا ما بعرفه لكن شيخي بعرفه. كذاب أنت وشيخك، أنت وشيخك كذابين، والقرآن بيكذبكم الاثنين. ربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. العلماء قالوا الآية دي فيها فائدة عظيمة. خلاص ربنا قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربنا ما نفى هنا ما تدري نفس متى تموت، ما نفى دي. قالوا إذا نفى ربنا عز وجل المكان، أنت ما بتعلم المكان اللي بتموت فيه من باب أولى الزمان اللي انت بتموت فيه. لأنه الإنسان لو دار يضبط المحل اللي بيموت فيه أسهل من ضبط الزمان اللي بيموت فيه.
الليل انا ممكن اكون دار اموت في الخرطوم، اقول ما ممرق من الخرطوم، اقعد بس قبلي ما بطلع، لكن بيتين اموت ما بقدر اضبطه. عشان كده قالوا القران ما بليغ، ده كلام الله. ربنا نفى لك المكان، قال لك انت وين بتموت ما بتقدر، فمن باب اولى بتين تموت ما بتقدر، من باب اولى انت ما حتعلم حاجه مما يحصل غدا ابدا، انت ما حتعلمه، الرسل ما بيعلموا، الانبياء ما بيعلموا، كيف يجي يعلم صوفي درويش مطرطش يعلموا كيف؟ كله كذب على الامه، خرافات ودجل وشاوذه، نحن بنضرب على بيد من حديد في هذه الحلقه.